السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب، شخباركم؟ ان شاء الله زين. وياكم محمد، رجعت لكم مقطع جديد، مقطع وايد طلبوه من عند الشباب، هو شلون تخلص من اللاج. طبعا الاجهزة الضعيفة مثل G7 S3 وغيرها من هاي الاجهزة الضعيفة، وطبعا الاجهزة القوية اذا استخدموها بعد اذا عندهم لاج بعد ما اعتقد يواجهون لاج. لان ثاني G7 كنت عاني هواي، عاني من اللاج، فقطعت على MC5، ما قمت انزل حروب معارك فرق بسبب اللاج. طبعا لازم تكمل الفيديو الاخير لان خطوات كلش مهمة، وهي عندنا اول شيء تنزل برنامج ES Fire، هذا انا راح احط لكم الروابط كلها بالوصف، ورابط الفريم هم نفس الشيء. تدخل على الايس فايل بعد ما تنزل الفريم بالوصف تلقاه، تروح على التخزين الداخلي، تروح على الداونلود، هذا هو الفريم، هذا تسوي له كوبي نسخ، ترجع تروح على الاندرويد، كلمة اندرويد، هاي الاندرويد، تروح على الداتا، تروح على الملف مال جيم لوفت اللي هي مال MC5، على فايلز سوي له لصق. طبعا انا لاصق، هذا هو شكله من تلصقه. بعد ما سويت هاي الخطوات، الخطوة الاهم والاساسية هي تسجيل خروج من الفيسبوك. من تبي تلعب سجل خروج من الفيسبوك، انا حتى الماسنجر ما اسحه، من اذا العب حتى الماسنجر امسحه. لا تلاحظون ماكو ماسنجر. بعد هاي الخطوات نروح للاعدادات. طبعا الاجهزة الS3 ما اعتقد عندهم هاي الميزة اللي هي الادارة الذكية. تروح على ذاكرة الوصول العشوائي، تسويها انهاء الكل، انتظر شوية، انهاء الكل، وبهاي الطريقة تقدر تضمن انه بعد ما تواجه لاج وسلاسة حلوة باللعب وكل شي حلو. واتمنى لكم شرح يعني حلو، وان شاء الله ما طولت عليكم بالمقطع، وقلوا اذا خف اللاج عندكم او لا. طبعا هي هاي الطريقة اذا تستخدمها تستمر عليها ان شاء الله ماكو لاج. وهسه من تركب الفريم راح تطلع لك هاي الدائرة، هاي مالك شغل بيها، هاي اذا تطلع لك معناتها الفريم متركب، يعني الفريم صار يمك. هسه نسوي الاعدادات مال الفريم اللي هي اعدادات صوت، خليني اسويها، اسوي اللغة العربية. اعدادات صوت وصورة يعني التحسب، بس اني اللي افضل هو 85 على 45 على 50 45، هاي انا اعدادات لعبين. اذا تريد مثلا سلاسة كلش قوية لعب 60، اذا تليفونك كلش تعبان لعب 60، وراح تواجه يعني سلاسة كلش حلوة بالليل. ندخل وياكم جيم